أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم. فقرتنا التانية، إزاي يكون بيتك أحلى وإن أنت تكسري الملل اللي ممكن بعد فترة بيصيبك فيه إن أنت عايزة تغيري حاجة في البيت. ممكن ده يتعمل إزاي بأقل التكاليف؟ ده اللي هعرفه مع ضيفتي الجميلة مهندسة ديكور والفنانة التشكيلية جيهان الصباغ. منوراني. منور بوجودك. قولي لي بقى، هو فعلا منطقي وخصوصا مع يعني الأزمات الاقتصادية اللي مش موجودة في مصر بس اللي موجودة في كل دول العالم، إن أنا أقدر أغير بيتي وغير اللي موجود فيه، يعني اللي موجود حاليا مثلا على الخشب الواحد اشتراه من زمان، فالخشب كان زمان خشب طبيعي قيمته عاليه جدا، قيمته عاليه، ويجي دلوقتي هشتري خشب تاني بانواع تانيه وهلاقي قيمته اغلى بكتير من اللي انا الخشب اللي انا جايباه، فاعمل ده ازاي؟ بصي، هو الاول لازم نهتم جدا ان احنا نتاكد مفيش كراكس في الخشب، قشرة الخشب يعني مفيش تصدع في الخشب، مفيش اي حاجة تصدع، مفيش شقوق، مفيش بالظبط، تمسكي القطعة كده مفيش التزييق، عارفة بالحاجات دي، ما يكنش القطعة فعلا بالية تماما واحنا نقول لا ده احنا هنصلحها وهنشتغل هنا، هتبقى تكلفتها عالية قوي. لكن لو الحاجة بتاعت زمان القيمة فعلا اللي خشبها متين وحلاوة القيمة بتاعتها وحلاوة قشرة يعني الخشب بتاعتها، يعني شابة صغيرة بتتكلم على القيمة، مش انتوا الشباب اللي يام دي كله بقى المودرن والله، حتى المودرن ساعات بيخش فيه قيمه وبتطلع قد ايه رائعه. مش لازم القيمه بالشكل التقيل قوي بتاع زمان ده، يعني في صور ليها جميله وبسيطه وفي نفس الوقت فيها الرقي والفن. عارفه، اتفق مع حضرتك تماما. دلوقتي قولي لي بقى، الرسم، حضرتك فنانه تشكيليه ومهندسه ديكور، الرسم هنا اقدر ازاي اضيف في البيت كلمسه جديده تضيف نوع من البهجة على البيت؟ أختار المكان اللي أعمل فيه الرسمة بالنسبة للحيطان، بالنسبة للأسقف؟ تمام. أولا يعني مهم جدا أن في المنطقة بتاعتي دي أحس السبيس متشاف. ما ينفعش أقول أنا هرسم في مكان ما فيش حد بيشوف، لا انا كصاحبه البيت ولا ضيوفي. يعني انا ساعات عميل يقول لي انا عايزه ارسم هنا، كيف اخش الاقي يعني تخش دهاليز عشان تلاقي الحيطه دي؟ لا، طب يعني ما نختار مكان انت عينك تشوفه وضيفك يشوفه كمان فتستمتع بيه. زائد ان هو هيضيف حاجه، لو مش هيضيف حاجه، لو زي مثلا يعني لو قلنا الموبيليا نفسها فيها تطريز وفيها شغل كتير وجينا نرسم الحيطه اللي وراها، خلاص بقى لا، ده احنا كده بنعمل يعني سمك لبن طمرين بقى. فلازم نختار الحيطه اللي هنرسمها هتضيف ولا لا، من الوان المكان ومن روح المكان، من ديكور الفرش نفسه والالوان بتاعته. اتفق مع حضرتك تماما، كلمه هيضيف ولا هيزود لي احساس بالكتمه بالزحمه. ما اقدرش انا عميل يقول لي نفسي اقول له دي ما تترسمش، دي ما ينفعش، ما ينفعش. واحييكي على صراحتك، لان ده مهم جدا، لان مش مجرد ان بس يبقى عميل وان يطلب طلبات، لا ممكن ما تبقاش منطقيه خالص ومش مناسبه ليه. بس انا بحاول يعني اشرح ليه كمان، ان مش كل الناس هتبقى مستوعبه ان لا ليه. جاي لك شغل مش عايز تشتغلي بالظبط، عايزه اقول لك هو انت ايه مش عارفه ايه. لا، لكن هو لما تقولي له مثلا طب احنا لو رحنا هنا تلاقي لا، طب انا عايزه، طب نفضي الفرش شويه، طب ننقل الصالون ده في حته طب نجيب الصالون الساده معاها، ايه رايك، طب نجرب، طب والله بقعد معاهم ساعات وامشي خلاص، احنا ما رسمناش، ما عملناش حاجه، بس هو اقتنع ان لا بلطافه، مش لا يعني اكيد متاكده ان هو هتبقى بلطافه، لان حضرتك بتبقى بتشوفي مصلحه المكان اللي حضرتك موجوده فيه. وانا انا في الاخر خالص وكمان اعتزازك برسمتك، فانت عايزه رسمتك تبقى باينه. صحيح، وليها الناحيه الفنيه بقى مع الديكور، يعني مش ديكور وبس، لا ده انا احساسي الفني بشغلي، لا حرام عليا اعمل حاجه هنا حد هيبقى داخل هو مين اللي قال ده ينفع، بقول بالزبط. فانا احطني مكان الحد ده اقول لا. اتفق مع حضرتك. الاضاءه، هل الاضاءه ممكن تغير من احساسي بالمكان؟ بصي، بعد الشغل اللي بعمله عندي في الاتليه وبعدين بروح احطه في مكان، ان ما كنتش زرت المكان ده وشفت اضاءته وشفت في نور كتير ولا قليل، وساعات اقول لهم وروني النجف اضاءته عامله ازاي، وروني عامل اضاءته وتوزيعته ايه بالظبط، لان ساعات تعملي الشغل على اضاءتي انا واجي احطه في المكان مش باين، وساعات الاقي اضاءه ساطعه. كانوا بيعرضوا لقطات لحضرتك للشغل اللي هو ما قبل وما بعد. بعد، لا يعني هي دايما يعملوها ما قبل وما بعد في المكياج، ويجيبوا لك واحده قبل ما المكياج وبعديها، هو بالظبط كده، يعني كانك بتعملي مكياج صح مناسب صح للمكان صح عشان تقدر تضيفي اللمسه الجديده. تمام. طيب،
مش مهندسة جهين عشان نبقى صراحة مع بعض، ازاي اقدر اعمل لمسة جديدة في بيتي باقل التكاليف؟ بصي، لو انا خلينا نقول كده، انت لو شيلتي بس الكاشن وحطيتي يعني دي كاشن اللي جنب حضرتك لونها اصفر، واللي جنبها تركواز من نفس لون الكنبه، أيوه. لو غيرنا بس الالوان، لا رشا وامان يزعلوا، لا مش يعني اقصد ان احنا بس لو غيرنا لون، ده بيخليك لوحدك تحس، غيرنا سجاده، غيرنا لون ستاره، عارفه؟ اقصد ان التغييرات البسيطه رغم انها مش مكلفه كتير الا انها هتضيف حاجه جديده، هتضيف حاجه جديده. عينك الزرع ما تشوفش المألوف، الزرع. والمرايات، المرايات هتعمل شكل حلو، هتشوفي ريفلكشن ساعات للمكان وانت معديه، تشوفي فرشك بشكل مختلف، تعمل وسع، تعمل لو حطيتي زرع وجنبه مرايه مثلا هيعمل لك منظر مختلف تماما، وهيدي وسع. طيب انا دلوقتي عشان في البيت، من ضمن الحاجات اللي ممكن يحصل لنا لخبطه فيها شويه، اختيار اللي احنا هنعلقه على الحيطه. تمام. يعني لو انت مش عندك حاجه حلوه قوي تتعلق على الحيطه، الافضل ان هي تبقى فاضيه، ما تحطيش حاجه الا لما بصي انت ماشيه كده. هي دي بالزبط. هي دي بقى بتيجي ازاي؟ مع الوقت والاكسبيرينس، اتفرج يعني، لازم يبقى في عيني بتشوف كتير. اللوحه دي لما شفتها مع ده عيني ارتحت لها ولا لا، ابتدي اتفرج كتير. الفرجه نفسها بتغذي العين، اعرف اقرر ايه اللي احطه. طبعا لو في مساعده مهندس ديكور اكيد ده هيسهل لنا الدنيا قوي. طب بالنسبه لغرف النوم، ازاي اختار اللون؟ لان بعض الناس كان بتبقى بتعمل حسب غرف اطفالهم اللون اللي هو لازم يمشي، عارفه الولد ايه والبنت إيه. ايه اختيار اللون اللي يبقى مريح، ما يبقاش مجهد نفسيا علينا في الحيطان بتاعتنا في اوضه النوم؟ والله هو احلى حاجه لينا، العين هترتاح للالوان الفاتحه، خصوصا مساحات الاوض ما اعتقدش ان ما بقتش كبيره. كبيره. وحتى اختيار الرسم، لما باجي اختار حاجه رسم برضه في الاوضه، اختار حاجه بسيطه بحيث ان ما فيش ملل يحصل منها مع الوقت، وحاجه تبقى يعني ما ارسمش مثلا رسمه اطفال والولد عنده مثلا 15 سنه، يا دوبك سنه وهيبقى خلاص مش عارف يدخل اصحابه ولا هيعمل ايه، هيتكلم عليه يقول له ايه ده اللي انت رسمه ده. فلازم الواحد يراعي حاجات كتيره، يراعي سن، يراعي كمان. انا بحب قوي الطفل يقول بيحب الوان ايه. جميل. يعني دي حاجه هتساعدنا، حاجه أكيد. حلوه قوي انه يحس حابب اوضته. في ظهر سرير يعني كان معروض قبل كده، وبعد كده اتنقل نقله تانية خالص. عايز اقول لك العميله دي فضلت راح في حته تانية وبقى بربان دلوقتي. العميله دي فضلت 13 سنه حلمها انها ترسم اوضتها، وفجاه يعني الحمد لله وصلت بعد 13 سنه بقى. 13. عايز اقول لك ان الخشب فوق الرائع، هي اوضه يعني كماتير يعني كخامات ونوعيه خشب، ومعاكي بتقدر تخليكي تقدري تطلقي العنان لايه اللي فنك. ما احسش ان انا بحط يعني تجديد وقيمه فنيه على الشغل، لكن الحاجه اللي تحتها مش مستحمله، لا لازم تبقى الخامه نفسها مساعداني كمان ان انا اشتغل عليها. اكيد. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي، المساحات بتاعتنا ما بقتش، او مساحه الشباب حاليا ما بقتش كبيره. تمام. فهو ممكن ما يبقاش فيه ليفنج روم مستقله مقفوله بباب، لا ممكن الليفنج مع ريسبشن موجود بره. ازاي احافظ فكره انا اسفه فكره ان كمان ان انا ليفنج مفصوله والريسبشن للضيف بس، والضيف ده لفين وفين دلوقتي ايامنا دي، ما حدش بيزور ما حد بي... كله التواصل سوشيال ميديا وخلاص. فخلينا نقول ان طب ما انا اقعد في ريسبشن، ما انا استخدم الريسبشن ده. يعني انا ضد فكره ان بس لو انا عندي مساحه ضيقه في الليفنج روم، او ان شاء الله من الافضل في كل الاحوال حتى لو إن مساحه اكبر ان احنا اخلي بره، احس بمتعتي في بيتي ان هو الواسعه اللي فيه، زي اوضه السفره اللي هي اوضه السفره سنين موجوده، اللي هو الناس كلها ما تتريق على النيش اللي ما بيتفتحش ده. النيش الا النيش الا النيش الا النيش ده ممكن ده في بيوت بيجرى لها مشاكل عشان النيش ده. فحضرتك شايفه ان الليفنج ممكن يبقى جزء اساسي حتى لو كانت المساحه كبيره، ان يبقى جزء من الريسبشن. بالظبط، انا بحب كده، ويتعامل بشكل قيم، وفي نفس الوقت اقدر احس ان هو يعني واخد خصوصيته، ان لو الاسره قاعده فيه، ومريح كمان، يعني ما يبقاش بقى زي الصالونات وكده، لا ممكن اعمله حرف ال او حرف اليو عادي، بس احس انه متماشي طبعا مع الفرش بتاعي بقيه الريسبشن وكده. تمام. دلوقتي عشان
يعني زي ما حضرتك قلتي ان في اوقات بتبقى شايفه ان نوعيه العفش ما تنفعش معاها رسمه. تمام. لو بينفع معاها رسمه بتستوحيها منين؟ من احساسك بالمكان لما زرتيه، ولا من فكره العميل نفسه لما يقول لحضرتك انا نفسي ارسم هنا ولا اعمل هنا؟ وهل الرسم على الحيطه بديل لورق الحائط ولا ايه الموضوع؟ هو ورق الحائط بديل للرسم. الورق الحائط بس هنا التكلفه في ورق الحائط اعلى طبعا كتير. في الرسم لا. لا في الرسم اعلى. الرسم اعلى طبعا، الرسم لان هو اهم يعني شغل يدوي، حاجه شغل يدوي بالظبط. ولكن هو قيمه فنيه عند بيتك، مخصصه لبيتك، متوظفه لبيتك. ده فرق عن ما تعمل يعني ورق الحائط. ورق الحائط هي ستامب بتتكرر او كده، او في ناس بتحب الاحساس اليدوي ده، بيحسسها بدفى البيت اكتر. يعني انا بحس كده اكتر، يمكن عشان حد بيعشق الفن او بيحس بالقيمه الفنيه للحاجه الهاند ميد. بالنسبه بقى لسؤالك ان بستوحى الرسمه ازاي، شوف البيت، دماغ العميل عايز يروح بالاوضه لفين. ممكن الاوضه كمان كانت ستيل قوي بس عايز ينقلها نقله تبقى كلاسيك، تبقى شويه راحت تدخل بيها لحته ثانيه. الدنيا دلوقتي ما بقتش كل اسطر، كان فرشنا زمان الاسطر يعني اعلى بكتير من اللاكيهات دلوقتي. لا، بنعمل الوان، بنوصل للقطعه حتى لو تبان قديمه مقيمه كقدم. لكن زي زمان لما كنا بنبتن المذهب عشان ما يبقاش ضائع. صحيح. طيب دلوقتي بالنسبه للاساس اللي عندي، تمام، لو خلاص انا مش 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 قادره يعني خلاص وعايزه اغير وعندي حاله من الـ 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 الملل اللي نتيجه هذا الاساس، عشان احسن اختيار الجديد، لو انا مش هعرف اعمل حاجه في الاساس اللي عندي، تمام، اختاره ازاي؟ هل اعمل زي ما حضرتك بتقولي كده نقله في حته ثانيه؟ يعني كنت عامله ستيل اروح كلاسيك، او عامله كلاسيك اروح مودرن، او اعمل ايه؟ والله بصي دي تعتمد بقى على ذوق حضرتك. يعني حضرتك دماغ، في ناس تقول لا انا ما اقدرش اطلع من الستيل، انا حد ستيل وهفضل ستيل، واحساسه بالمودرن ده ملوش قيمه حتى لو ماديا غالي جدا، حتى لو هو مصروف عليه كويس قوي. لا، تقولك انا عايزه ستيل ومرتبطه بيه، برتبط بالكيرفات بتاعه الستيل واللويسيس والويكانز وحاجات كده. تمام. لكن ما اقدرش احكم على عميل اقول له لا. يعني انا عن نفسي بعشق. بس ايه ريكومنديشن او ايه التوصيات اللي ممكن تقوليها عشان يفضل استمرار احساسه بالستيل بس في ضوء المعطيات من الخشب والمعطيات من الشغل اللي موجود حاليا؟ بصي انا بعشق الميكتشر او الخلط ما بين الاثنين، بلس ان ممكن نستغنى شويه عن الاسطر، يعني نروح للاكيه شويه، ده هيفرق معايا. احس بان الشغل مش هيفي قوي. اختار لون مختلف، اختار لون مودرن شويه، ما يبقاش الشغل بتاعي البنيات الكتير، القيمات الكتير، اقلل على قد ما اقدر. طب نختار القطعة قيمتها أقل، طب فيها كيرز بس ما فيهاش القيمة، نقلل شوية. طب نختار نقشة القماش أقل يعني دسامة في الديزاين وكده بتاعها. دي حاجات بتفرق، عارفة. السجاد هنا أنا بعتبره لوحة موجودة على الأرض. صحيح. لو إحنا ما أحسناش اللوحة هتبقى كتمة الأوضة. إزاي برضو نحسن استخدام السجاد ونوعية الماتيريال بتاعته عشان تتناسب مع طبيعة العفش اللي عندي؟ أنا دايما أقول اختار أقل لون في الفرش ويبقى هو السجادة بتاعتك عشان ما يبقاش بتنطقه. ما تقولش إن أنا أحط السجادة ده الفرش بتاعي كحلي، أحط مع كحلي في الأرض، الدنيا قفلنا، كتمنا الدنيا. الكوشن لو هي واحدة بس باللون ده، أطعم السجادة معاها باللون معاها مع الستارة، يبقى احنا كده عملنا ماتش لطيف والدنيا وفتحنا سمت. وفتحنا كأن احنا فعلا بنفتح مسام البيت. صحيح. انا بحيي ضيفتي الكريمه وبشكرها المهندسه مهندسه ديكور وفنانه تشكيليه جيهان الصباغ، نورتيني. واتمنى الافكار الجميله بتاعت حضرتك ان الناس تقدر تستفيد منها ان شاء الله. وانا شخصيا استفدت ان شاء الله.